السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج واش فهمتونا. طيلة الأسابيع اللي فاتوا خصصنا حلقات اللي كنستقبلوا فيها تلاميذ من جميع الشعب باش نناقشوا معهم كيفاش كيديروا يستعدوا لامتحانات البكالوريا. هذا الأسبوع الشعب العلمية والتقنية كينضافوا للشعب الأدبية وكيساليوا امتحانات البكالوريا، فكنتمنى لكم التوفيق وأن النقاط تكون في مستوى التطلعات ديالكم. هذا الأسبوع سنخصص الجزء الأول من البرنامج باش نسمعوا الارتسامات تلاميذ البكالوريا من جميع الشعب حول امتحان البكالوريا وكيفاش دوزوا الأشياء اللي جاتهم سهلة والأشياء اللي جاتهم صعيبة. كيف ما كاين الاستعداد النفسي للامتحانات واللي تكلمنا عليه في الحلقات السابقة، كاين الاستعداد النفسي ديال ما بعد امتحانات البكالوريا واللي غنتكلموا عليه اليوم. أما الجزء الثاني من البرنامج المخصص للتوجيه واللي فيه تنعرفكم بمجموع المؤسسات ديال التعليم العالي، اليوم غادي نخصوها للتكوين المهني من خلال الشهادات ديال الطلبة اللي كيقراو في وحدة من هذه المؤسسات. غادي يعرفونا بالمؤسسة ديالهم، الشعب اللي كتقرى فيها، والآفاق ديال الدراسة في التكوين المهني. واجدين؟ فلنبدأ. هذا الجزء الأول مخصص للارتسامات ديال التلاميذ من جميع الشعب حول امتحانات البكالوريا ديال هاد السنة واللي دازت في ظروف خاصة. قبل ما نبداو نسمعوا الأجوبة ديالهم على الأسئلة اللي وجدنا لهم، نتعرفوا على التلاميذ اللي معنا في هذه الحلقة. السلام عليكم، معكم أدم بن الرادي، باشولية 2020، اختصاص العلوم الاقتصادية بثانوية التأهيلية بن سينا التقنية بمدينة القنيطرة. Je suis en parallèle un coach en public speaking أو ما يسمى بفن الخطابة، وكتعجبني بزاف رياضة كرة السلة. السلام عليكم، أنا أسماء العمري، سن 17 سنة، متمدرسة في السنة الثانية بكالوريا شعبة العلوم الإنسانية بمدينة تبراود. الهدف ديالي هو نكون امرأة أعمال ناجحة على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي كذلك. السلام عليكم، معكم سامي الصناجي، كنقرا في بكالوريا المهني في شعبة التجارة ليسي دار السلام في الرباط، والحمد لله ونحن الباتيسري. وخلافا للحلقات السابقة واللي تيكون فيها تضارب الأفكار حول موضوع معين، اختارينا هذه الحلقة باش تكون أجوبة بقلب مفتوح على أهم الأسئلة اللي ممكن يطرحوها المشاهدين اللي بغيوا يتعرفوا على الظروف اللي داز فيها امتحان البكالوريا هذه السنة. السؤال الأول واللي بديهي هو كيفاش داز امتحان البكالوريا بالنسبة لكل واحد فيكم؟ هاد العام كان الوضع استثنائي، وذلك بسبب إكراه فيروس كورونا، وهذا الشيء أثر حتى على البكالوريا، لا من حيث النفسية ديال المترشحين ولا من حيث الظروف اللي دوزنا فيها البكالوريا. هو بكل صراحة رغم الجهود المبذولة باش أن الامتحان يدوز بكل أريحية ويكون بشكل طبيعي، لكن الوضع الاستثنائي فرض التأثير ديالو بشكل قوي. هو بكل صراحة جميع المترشحين كانوا كينتظروا واحد المستوى ديال الامتحان اللي غيكون في المتناول، وذلك لسبب بسيط. وأول حاجة هو مراعاة الظرف الاستثنائي اللي هنا فيه، ومراعاة الطريقة الجديدة ديال متابعة الدروس عن بعد اللي بكل صراحة هي ما كانتش فعالة بالنسبة لجميع التلاميذ. ذلك لسبب بسيط، هو أن التلاميذ كانوا مولفين واحد النمط مع الأساتذة ديالهم، كانت واحد العلاقة مباشرة أنه ممكن يسولوا عند نقطة غير مفهومة. فالطريقة ديال متابعة الدروس عن بعد هي كانت واحد الإشكال بالنسبة لنسبة كبيرة من التلاميذ. الامتحان الوطني تاع هاد السنة كان سهل جدا وفي المتناول، بحيث أننا دوزنا في الدروس الحضورية، وكاع الأساتذة اللي كانوا كيقدموا لنا الدعم الكامل، من امتحانات وطنية من دروس اللي كملناهم عن بعد. وقبل الامتحان بأشهر، يعني في فترة الحجر الصحي اللي كنا كاملين متخوفين من الإشاعات اللي كانوا كيلوحوا وبزاف الحوايج، ولكن تغلبنا عليهم فور إعلان السيد وزير التعليم عن موعد الامتحان اللي صراحة فرحنا حيت أجلوه لنا بشهر. وتغلبنا عاوتاني على المخاوف ديالنا من امتحان البكالوريا فور انتهائنا لمادة اللغة العربية اللي كانت هي أول مادة كندوزوها، بحيث أنها كانت سهلة جدا وطلعوا لنا المورال في ديك الفترة. وأما باقي المواد حتى هما كانوا سهلين جدا، يعني لقينا في الامتحان داكشي اللي قرينا في الأقسام ديالنا. إذا هذه كتبقى آراء خاصة بكل واحد فيكم. دابا من خلال الحوارات الجانبية اللي كانت عندكم مع التلاميذ اللي كيقراو معكم في نفس القسم أو في نفس المؤسسة، واش الانتظارات ديالهم على امتحان البكالوريا كانت مطابقة للواقع كيفاش داز امتحان البكالوريا، أو لا تفاجئوا سلبا أو إيجابا؟
المفاجأة اللي كانت هو أن الامتحانات ما كانت في السهولة المتوقعة. ما عرفتش الصراحة علاش هذا الشيء، صراحة عرقل التحفيز وعرقل الانثوزياسم اللي كان عند التلاميذ على أنهم يحصلوا على نقاط جيدة. للأسف الشديد كنا كنتظروا على أن الجميع يكون خرج فرحان من الامتحان، لكن كانت فئة اللي قدرات تفوق على الصعوبة وعلى النسبية والزئبقية في طرح الأسئلة، وكانت فئة أخرى اللي عجزت على أنها تكمل الامتحان. كان يا السبب أنه كان طويل بزاف، يا السبب على أن كانت بعض الأسئلة صعبة أو المعطيات ديالها كانت مركبة. بالنسبة لامتحان البكالوريا تاع هاد السنة، يعني كان سهل، كنا متوقعين يكون صعيب شوية، ولكن بالنسبة لنا حنا شعبة العلوم الإنسانية لقيناه سهل، لقينا داكشي كنا متوقعين، داكشي اللي قرينا لقاو وفعلا لقيناه، باستثناء مادة الاجتماعيات اللي كنا متوقعين المقالة في مادة التاريخ، ولكن لقيناها في مادة الجغرافيا، ولكن الحمد لله كنا مراجعين ليها وكنا عوالين عليها. صافي، باقي المواد كانوا سهلين جدا. مادة الفلسفة كانت سهلة جدا، مادة اللغة العربية كانت سهلة جدا جدا، أما الإنجليزية يعني كانت سهلة. امتحان ديال الفلسفة كان مزيان، تحط لينا امتحان واحد لقاع الشعاب، كانوا حطوا لينا الموضوع في الوضع البشري كما كنعرفوا تقريبا المغرب كامل وجد الوضع البشري، وداروا لنا واحد البياج في النص، بداو لينا النص بمعرفة الغير، وشحال من واحد تقلب ومشى وسحب لي أن النص كيهضر على معرفة الغير، والنص هو كيهضر على الشخص بوصفه قيمة. من اهم الاسئله اللي ربما يطرحهم المشاهدين اللي كيتفرجوا فينا اليوم، لان طيله الامتحانات ديال البكالوريا كنا كندخلوا لمواقع التواصل الاجتماعي وكنسمعوا وكنشوفوا تعليقات ديال التلاميذ، يا اما فرحانين بشي ماده لان اسئلتها كانوا سهله، ويا اما مقلقين من شي ماده لان اسئلتها ربما ما كانوش في المتناول. باش نوضحوا الرؤيه اكثر للمشاهدين ديالنا، بغيت كل تلميذ وتلميذه من كل شعبه، بناء ماشي على الراي ديالو الخاص ولكن الراي العام ديال التلاميذ اللي كيقراو في نفس الشعبه، شنو هي اكثر ماده تحطات صعيبه هذه السنه هذه، واكثر ماده جاتكم سهله؟ بالنسبة لشعبة العلوم الاقتصادية، مادة المحاسبة كانت واحد المادة عرفت أرجحت بين جوج ديال نوع من الصعوبة. أول حاجة هو كانوا لي دوني شارجي بزاف، ولي كيسيون كانوا فيهم دي بييج اللي ما كانوش كيتحطوا بزاف صراحة في الوطنيات اللي قبل أو لا حتى في لي سيميلي اللي دوزنا، وهذا الشيء اللي كان شي شوية صعيب بالنسبة للناس اللي دوزوا البكالوريا. وحتى عامل الطول ديال الامتحان، شحال من واحد ما قدرش يكمل الامتحان لانه كان شي شويه طويل، وكاين اللي ما كملش الامتحان بالعجز ديالو على الاجابه على بعض الاسئله، بخصوص ماده المحاسبه اللي كانت هي اول ماده واللي كانت من المفروض هي اللي تكون سهله باش الدراري التحفيز اللي يكون عندهم يزيد يكبر، ولا موتيفاسيون تزيد تقويهم على انهم يكملوا امتحانات البكالوريا بكل اريحيه. بالنسبة لمادة الرياضيات بكل صراحة كانت مادة تحطات سهلة، كانت في المتناول ديال الجميع، يعني على ما شفت جميع التلاميذ كانوا خرجوا فرحانين، لأن ما حطاتش بعد لي سيتوياسيون اللي كانوا صعاب اللي موالفين كيكونوا في مادة الرياضيات. بصراحة هذا العام كانت في المتناول ديال الجميع. وبخصوص مادة الاقتصاد اللي هي المادة اللي عليها أكبر معامل، هذيك المادة كانوا فيها بعض الصعوبات، الصعوبات فين تمثلت في لي دوكيومون، كانوا شي شوية معقدين ومركبين، وحتى الأسئلة كانوا بعض الأسئلة اللي كانوا شي شوية مستفزين نوعا ما، مستفزين على ناحية المعلومات، يعني كيخص تكون دقيق من ناحية المعلومات وحافظ التفاصيل ديال جميع الدروس باش تقدر على أنك تدوز الامتحان بلا خطأ. وبالنسبة للمادة ديال تنظيم المقاولات، فبصراحة كانت هي أسهل مادة في جميع المواد اللي دوزنا ديال في البكالوريا، كانت مادة سهلة جدا، لي دوكيومون كانوا بساط وكان الأسئلة مطروحين بشكل واضح، لي زانيكس حتى هما كانوا مفهومين مزيان، فهادشي اللي خلى أن التلاميذ يخرجوا فرحانين، وكي كنقولوا ختامها مسك، خرجوا كانت آخر مادة وخرجوا بواحد الانطباع اللي هو زوين بزاف. من خلال الزملاء ديالي اللي كاينين معايا في المدرسة واللي قراو معايا في هاد السنة، يعني كانت اللغة الإنجليزية هي الصعيبة، ومادة الاجتماعيات
كانت شويه صعيبه حيت الاغلبيه كان عوال على مقاله في التاريخ ولقينا في الجغرافيا. داكشي اللي كان صعيب، اما باقي المواد بالنسبه للفلسفه واللغه العربيه كانوا سهلين جدا. كانوا سهلين، كنا داكشي اللي كنا متوقعين نلقاه هو اللي لقيناه. اللغه العربيه لقينا نص تطبيقي في الشعر، اما ماده الفلسفه يعني لقينا المنهجيات، يعني خاص الواحد غير يضبط المنهجيات وغيلقى داكشي كامل اللي كان متوقع. اصعب امتحان تحط لينا هو الامتحان ديال الماط، كما كنعرفوا كاملين ان كاع الشباب هذا العام تحط لهم ماط صعيب. وبالنسبه للناس اللي كتقول ان الماط ديالنا تحت سهل، تحت سهل، ولكن بالنسبه للنيفو ديال شعب اخرين، حنا للاسف كنقراو الماط غير ساعتين في السيمانه والنيفو ديالنا طايح في الماط بزاف. ثانيا لونغلي، كاين اللي كيقول جاتو سهله وكاين اللي كيقول جاتو صعيبه، ولكن كنا اتفقنا على حاجه وحده هو انه الرايتينغ تحت صعيب، وحتى شي واحد ما كان متوقع انه يتحط في ذاك الموضوع. كلشي كان معول على انه يتحط يا في كورونا يا في التعليم عن بعد، يعني موضوع الساعه. الامتحان اللي جانا سهل هو امتحان ديال المواد المهنيه، كما كنعرفوا كل عام كيخرجوا تصاريح ديال الدراري ديال البكالوريا المهنيه على اساس انهم تحطت لهم شي حاجه اللي ما عمرهم قراوها. الحمد لله هذا العام خرجنا فرحانين من الامتحان، كان امتحان في المتناول والوقت خدنا. حطوا لنا الصباح جوج ديال المواد دو موديول، والعشيه حطوا لنا موديول اساسي ودو موديول اختياريه تختار وحده فيهم. الحمد لله كان امتحان في المتناول الوقت قدنا على غرار السنوات الماضيه. سؤالي الموالي عنده علاقه بالجانب اللوجيستيكي والتنظيمي اللي دارته وزاره التربيه الوطنيه، كيفاش جاكم؟ واش عجبتكم الطريقه ديال الاشتغال الجديده؟ الظروف اللي تهيئات لكم واش كانت في المستوى، او لا كاين شي حاجه اللي كانت تبان لكم انها كان خصها تكون وما كانتش؟ وبشكل عام بكل صراحه رغم الاستثنائيه ديال الظرف ما نكروش على ان كان واحد لانكيوتود عند التلاميذ، كان واحد نوع من القلق، لكن بشكل عام كانت واحد الحرفيه والمهنيه من طرف الناس اللي كانت كتشرف على اجتياز المترشحين للبكالوريا، لان الاجواء كانت مزيانه بزاف بالنسبه لمدينه القنيطره تحديدا، لا من ناحيه القاعات الرياضيه ولا من ناحيه المدارس اللي دوزنا فيهم، فكانت الاجراءات كانت في غايه من الحرفيه، وكانوا الاساتذه المشرفين قاموا بالدور ديالهم كما ينبغي، بحيث في الاول كانوا كيزودونا بالكمامات وبالمعقم عند البدايه ديال كل امتحان، كانوا تقريبا كاملين لابسين لي بافيت وكانوا دايرين لي غون، يعني كانت واحد الاجراءات صحيه واخذه الاحتياطات ديالها بكل ما تحمل الكلمه من معنى. يعني بالنسبه للثانويه ديالتنا يعني خدوا مجموعه من التدابير الصحيه، من تعقيم الايدي فور دخولنا للقاعه، من كمامات، من لي ماسك، يعني خدينا مجموعة من التدابير، يعني تعقيم الأيدي باستمرار يعني بدون توقف، يعني كل نصف ساعة كيتم تعقيم الأيدي ديالنا. الماء الشرب، يعني كل طاولة كتكون فيها قرعة تاع الماء. أما بالنسبة التباعد الاجتماعي، كان التباعد الاجتماعي يعني أنا بيني وبين الزميل ديالي حوالي متر أو لا متر ونص، لتفادي اي حاجه اللي تسبب في المرض ديالنا. يعني بصفه عامه يعني خدوا مجموعه من التدابير الصحيه اللي كنشكروهم عليهم. الاجواء ديال الامتحان كانت مزيانه، كان تعقيم في الباب، كيعطوك الكمامه، كانوا موفرين وسائل التعقيم قدام الاقسام وفي الكولوار، وفي الاقسام كان تباعد، كنجلسوا في طبله وطبله خاويه وطبله وطبله خاويه، كانوا 10 في القسم حتى 11. بالنسبه للاساتذه ما كانش داك الزيار، ما كانش داك الضغط والزمت، يعني كتحس براسك انك كدوز امتحان عادي، ما كانش النقله، كانوا وتا الحمد لله الاساتذه كانوا كيتعاونوا الصراحه، الا شافوا شي واحد مستريسي ولا كيبكي ولا هادي كيجيو كيواسيه وكيقول لي راه زعما ما تستريساش، هذا امتحان عادي، غير قرا مزيان، قرا السؤال وهادي. والصراحه كانت الحراسه مزيانه، المراقبه هي كانت مزيانه، الاساتذه كانوا مزيانين، كل شيء كان مزيان.
نتمنى ان الملاحظات ديالكم تخذ بعين الاعتبار في الدوره الاستدراكيه، وانا متاكد ان الوزاره غادي تنظم الدوره الاستدراكيه احسن من الدوره العاديه لانها غتستافد من الاخطاء ديالها. وانتوما، وهذا سؤالي الاخير لكم، الا كنتو غادي تعاودوا امتحان البكالوريا من اول وجديد، واش غادي ديروا نفس الطريقه في الاستعداد ونفس الطريقه في الاجابه على الاسئله ديال كل ماده، ولا غتغيروا شي حاجه لانك تعتبروا انكم غلطتوا في بعض الجوانب؟ دونك شنو هما التغييرات اللي ممكن ديرهم في الطريقه ديال الاستعداد والطريقه ديال الاجابه على الامتحانات؟ الحاجه اللي غنركز عليها اكثر هو لو ريفليكس وطريقه التعامل مع الاسئله، يعني ما نبقاوش كننساو يمكن عامل الوقت وكنساو بلي قدامنا واحد الامتحان اللي نوعا ما كيكون طويل، يعني فخص يكون يدك خفيفه وخصك تحاول تجاوب على الاسئله بالزربه وتحاول تقرا لي دوكيومون اللي كيكونوا عاطينا سورتو في لي ماتيغ اللي فيهم لا تيوري بزاف، خصنا نحاولوا نقراو بالزربه. يعني الحاجه اللي كنت نقدر نبدل في البريباراسيون ديالي هو التعامل مع الامتحان والتعامل مع الوقت، لان بارفوا كتكون كتخدم حتى كيغدرك الوقت، كتلقى باقا مثلا نصف ساعه وكيكون باقي لك بزاف في الامتحان. جو بونس كنت غنقدر ندير واحد لو كرونو باش نعرف شحال كنت نقدر مثلا نخدم بعض الوطنيات اولا بعض لي سيميلي واحد المده ديال الوقت. يعني بالنسبه لطريقه البريباراسيون ديالي راجع بيا الزمن الوراء، ما غنحاول ما نبدل فيها والو، حيت داكشي اللي حفظ هو اللي لقيت تماما في الامتحان الوطني. من كل شيء، من جميع النواحي، داكشي اللي حفظ هو اللي لقيت. اما بالنسبه للمواد حتى هما غنحاول نخليهم كما هما، حيت بصراحه كان الامتحان سهل. يعني الامتحان تاع هاد السنه شعبه العلوم الانسانيه كان سهل جدا وكان في المتناول، بشهادات الجميع اللي قراو معايا واللي كانوا معايا في الليستي ديالي كان سهل جدا. وطريقه البريباراسيون هي اللي اعتمدناها كاملين، حيت درنا ان جروب في واتساب وكنا كنراجعوا كاملين اون جروب، وكان الصراحه كنا مستفدين من طريقه تاع المراجعه ديالتنا واستفدنا منها بشكل كبير. كون رجع بيا الزمان لور وقدرت نعاود ندوز الباك، اول حاجه غادي نديرها هي في البريباراسيون، غادي ناخذ وقتي الكامل في البريباراسيون. ما غاديش نقول حتى الاخر العام لا حتى الوسط العام لا حتى الدوره الثانيه، غادي نبدا من الاول وغنمشي دقه دقه باش ما يكونش عندي داك الضغط وداك ستريس، ونبدا حتى الدقيقه الاخرى ونبقى نجري، وهذه يكون عندي الوقت كامل وناخذ راحتي في البريباراسيون. ثاني حاجه هي في الامتحان، الحاجه اللي كنت متاكد منها غادي نكتبها في الورقه ديال التحرير بلا ما نبدا ندير نكتب كل شيء في الوسخ عاد نبدا نقول، حيت بعض المرات كيضيع عليك الوقت بحال هكا. الحوار كان معكم شيق، كنشكركم واحد واحد على سعه الصدر في الاجابه على الاسئله اللي طرحنا عليكم، كنتظروا النتائج ديالكم واللي غيتعلن ليها الاسبوع المقبل. مازال عندنا لكم فقره ثانيه بعد هذا الفاصل، ما تمشيو فين. كيف ما كاين الاستعداد النفسي للامتحانات واللي تكلمنا عليه في الحلقات السابقه، كاين الاستعداد النفسي ديال ما بعد امتحانات البكالوريا واللي غنتكلموا عليه اليوم. هاد الايام الاخيره كيكون فيها ضغط نفسي كبير عليكم وعلى والديكم، داكشي علاش بغيت نتكلم معكم اليوم على شنو خصنا نديرو في هاد الفتره ديال الانتظار باش نستغلوها لداكشي اللي غادي يجي من بعد. الا كنتي من النوع الاول اللي متاكد انه ناجح ولكن مازال شاك في النقطه اللي غادي يجي، من الاحسن دير في بالك احسن سيناريو. تخيل انك جبتي البكالوريا بالنقطه اللي كنتي كتحلم بها، وجميع لي كونكور اللي دفعتي ليهم كتوجد ليهم بنفس العنايه اللي وجدتي بها امتحان البكالوريا، نفس التركيز، كل نهار كنفيق في الصباح باش نوجد لي كونكور ديالي لان جبت البكالوريا وغادي نجيبها بنقطه مزيانه، فالا ما عاونتنيش هاد جوج الحاجات باش انني ندخل المدرسه اللي كنحلم ندخل ليها، فغادي يكون ربما التاثير النفسي صعب من واحد اللي ما جابش البكالوريا. فحاول انك تركز في هذه المرحله هذه، النجاح انت متاكد منه، دابا اللي خصك تاكده من خلال العمل ديالك هو انك تشتغل على لي كونكور اللي جايين من بعد. ولا كنتي من النوع الثاني وما متاكدش من النجاح ديالك، من الاحسن تسهل هاد 5 ايام ولا 6 ايام في لا بريباراسيون. هذا ماشي تشاؤم منك ولكن استباقيه، كتستغل 5 ايام من الوقت ديالك باش تستبق الاحداث. فالا لقيتي راسك ناجح غتفرح زوج الفرحات، ولا لقيتي راسك ما نجحش غتكون ديجا ربحتي 5 ايام واللي غادي تقلص من الهول ديال الصدمه عليك، وتلقى راسك دخلتي في لا ديناميك ديال لا بريباراسيون، وان شاء الله غادي يكون خير في الدوره الاستدراكيه. البكالوريا اصدقائي ماشي هي اللي كتحدد شكون غتكون في المستقبل، انت ولا انت اللي كتحدد من خلال اختياراتك شنو غدير بالبكالوريا وشنو غدير من بعد البكالوريا.
كنتمنى ان هذه النصائح تكون عاونتكم ولو قليلا باش توجدوا المرحله ما بعد البكالوريا. الجزء الثاني من البرنامج المخصص لمؤسسات تعليم ما بعد البكالوريا، واللي كنعرفوكم كل مره بمجموعه ديال المدارس من خلال تجارب حيه ديال طالبات وطلبه اللي كيقراو بهذه المؤسسات اللي كيتشاطروا معنا التجربه ديالهم باش تستافدوا منها. واليوم جا الدور على لويف بي بي تي، مجموعه المؤسسات التابعه ليها كتعدى 370 مؤسسه بنسبه استقطاب ديال 500,000 طالب. غادي نبداو نتعرفوا عليها من خلال التجربه ديال شيماء اللي كتقرا كوميرس بوحده من هذه المؤسسات اللي متواجده بمدينه العرائش. نسمعوا ليها ونتلاقاو من بعد. السلام عليكم، اسم ديالي شيماء الماتوغي، سن 21 سنه، كنسكن في مدينه العرائش، وانا دابا ستاجير في ليستي ديال العرائش تخصص في كوميرس. خديت الباك ديالي او سيونس فيزيك في ليستي ديال العبلالي بن شقرون مدينه العرائش في 2018. النقطه اللي خديت بها الباك هي 1283. السبب اللي خلاني انني نمشي ندخل ليستي ونقرا فيها، اول سبب هو انني ما كنتش جبت الباك ديالي زعما نمشي نقطه مزيانه اللي تاهلني نمشي شي دراسه عليا. ثاني سبب هو لافونتاج الزوين اللي كاينه في ليستي هو انك تاهلك في 3 سنين تاخذ جوج شهادات اللي معترفه بهم الدوله، اول حاجه الدبلوم، ثاني حاجه الاجازه المهنيه اللي معترفه بها الدوله. هذا هو السبب اللي خلاني انني نمشي نقرا في ليستي. فملي خديت الباك ديالي بديت نقلب على لي برونش اللي كاينه في ليستي، لقيت بزاف لي برونش، ومن بين لي برونش اللي احتاريت بيناتهم هو الجيستيون والكوميرس. بقيت محتاره بين هاد جوج برونشات، وكنت كنقلب على اكثر برونش على صح فيه وعن قراسي انني كنعطي فيه، فلقيت الكوميرس فمشيت دخلت الكوميرس وبديت كنقرا فيه. الصعوبات اللي لقيت في الاول هي في الفرنسي، انني ما كنتش زعما متمكنه من الفرنسي، وعلى الاساتذه كانوا كيقريو لنا يعني كلشي فرنسي، وانا النيفو ديالي زعما الفرنسي ما كانش زعما شي نيفو زوين يأهلني انني نفهم كلشي. هذه هي الصعوبه اللي لقيت في الاول، لكن من بعد صراحه الله ما بقيت كنلقى حتى شي صعوبه، حقاش داكشي اللي ما كنتش كنفهمو في القسم كنت كنمشي نقلب عليه كنفهم هادي علاش هادي علاش هادي علاش، من بعد ما بقيت كنلقى حتى شي صعوبه. لي موديل اللي كيتقراو لنا في الكوميرس اون جينيرال، عندك في البروميير اني كنقراو بزاف ديال لي موديل، ولكن اهم ديال لي موديل اللي خصك زعما تكون مزيان فيهم وتكون مزيان فيهم تكون فيهم مزيان، عندك اول موديل ماركوتين، وماركوتين كيسام دار تيوري كيسام براتيك، يعني استاذ كيشرح خصك تركز معاه خصك تفهم داك الموديل اش كيهضر. داك الموديل كيهضر بالخصوص على ان مثلا شي واحد بغى يلونسي واحد البرودوي في السوق التجاري ما كيجيش وكيعملو، كيعملو ليه بزاف ديال الدراسات، ما كيجيش باغازار وكيعملو ملي بزاف ديال الدراسات وكيشوف واش الكونسوماتور غيمشي كونسومي هذاك البرودوي ولا لا. ثاني موديل هو المارشاندايزر، من بعد كنقرا التكنيك دو فونت. التكنيك دو فونت هاد التكنيك دو فونت كنا قرينا فيه كيفاش نتعامل مع الكليان، يعني كيفاش نجاوب على لي زوبجيكسيون ديالهم، كيفاش نساتيسفيو لي بيزوان ديالهم ونخليهم راضيين على البري والكاليتي ديال البرودوي. من بعد كاينا كنا قرينا الكونطابيليتي، تاع الكونطابيليتي كتعتمد على الحساب، وفي الكونطابيليتي كنا قرينا البيلو والجورنال والسي بي سي وكوموند ليف. في الدوزيام اني حتى هما قرينا فيه بزاف لي موديل، لكن اهم لي موديل اللي كانوا يعني ركزوا علينا بزاف، وديجا حنايا كنا قرينا دوزيام اني في هذا العام هذا قرينا بزاف، قرينا غير ربعه د الموديلات وخرجنا ستاج. ومن بعد يعني دوك الموديلات اللي بقاو الاساسيد خل طوب كيقراو لنا في التيمز ما استعملناهمش زعما مزيان، فمنين جات باش يعملوا لنا امتحان عملنا غير ثلاثه ديال لي موديل اللي من هاد من دوزيام اني، اللي هما الماناجمنت دو فورس دو فونت والماناجمنت دو ريلاسيون كليون والاي كوميرس. في الماناجمنت دو فورس دو فونت كتهضر على الكوميرسيو، شنو هما لي ميسيون ديال الكوميرسيو، كيفاش لي تكنيك باش اننا نموتيفي واحد الكوميرسيال ونخليوه مزيان في الخدمه ديالو. بالنسبه لي برونش اللي كاينه في ليستيا، اول برونش كاينه هو الجيستيون ديال لونتربريز، تكنيسيان سبيسياليزي دو جيستيون لونتربريز، كاينه تكنيسيان سبيسياليزي ديفلوبمون انفورماتيك، تكنيسيان سبيسياليزي اون فينانس اي كونطابيليتي، تكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس، كاينه تكنيسيان سبيسياليزي سكرتاريا دو ديريكسيون. صافي هادو هما لي برونش اللي كاينه في ليستيا بالباك. نيفو باك كاينه دو برونش اللي على ما كنعتقد سكرتاريا دو ديريكسيون والكونطابيليتي.
هادو هما لي برونش اللي كاينه في ليستير. بالنسبه لاكثر لي برونش اللي مطلوبين في سوق الشغل صراحه الله، عندك ثلاثه اللي هما الجيستيون دو لونتربريز، تكنيسيان سبيسياليزي جيستيون دونتربريز، ولا تكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس، و تكنيسيان سبيسياليزي ديفلوبمون دو ديفلوبمون انفورماتيك. هادو هما لي تخوا اللي زعما مطلوبين في سوق الشغل واللي كيخليوك انك تدخل سوق الشغل بواحد الطريقه اللي سهله. ليستيا كتعلمك بزاف الحوايج، اهم هاد الحوايج هادو كيفاش تولي اورغانيزي الحوايج ديالك، كيفاش انك مثلا ماشي اي حوايج كتجيبيهم ليستيا، حوايج مقطعين وداكشي راه ممنوعين، الطابيه ديالك دائما تلبسها، تولي اورغانيزي في الوقت ديالك، ما كتعطاتش ما كتغيبش، وهادشي هذا كامل كيبغيه فيك المشغل، يعني انت كتدخل سوق الشغل بواحد الطريقه سهله. هادو هما لي زافونتاج ديالها. ثاني حاجه البيريود ديال ستاج، هاد البيريود ديال ستاج كتعلم فيها بزاف الحوايج عاوتاني زوينين، وهادوك الحوايج زوينين ديجا انت كتكون قريتي مثلا قريتي دي موديل يعني غير تيوريك، ولكن كتمشي لستاج وكتزيد تبراتيكيهم وكتزيد تفهمهم كثار. صراحة الله هادو هما الحوايج اللي انا زعما استفدت منهم وفي ليستيا، وهادشي هذا من خلال لي فورماتور ولي فورماتريس ديالنا اللي كنشكرهم من هاد المنبر بزاف. و ايه صافي، وكنتمنى الناس اللي باغيين مثلا يعملوا ليستيا وداكشي سيروا عملوا هداكشي اللي كترتاحوا فيه، كترتاحوا فيه نتوما اكثر. يعني ما تسمعش مثلا صاحبك قال لك راه داك البرونش الفلان فلاني راه زوين سير عملو، لا سير قلب على داك البرونش وسول عليه وشنو داكشي اللي كيقراو فيه، واش انا قادر نعطي فيه، باش من بعد ما تحصلش يعني مثلا تقدر تلقى راسك راه انت ما كتعطيش في هذاك البرونش وما مرتاحش فيه وبزاف الحوايج. سير قلب على راسك وسول قبل ما دير اي حاجه، يعني سول وفهم هادي علاش وهادي علاش وهادي علاش وهادي علاش، عاد تخدم في هذيك الخدمه باش تبقى تعطي فيها مزيان وتاخذ فيها شي نقطه مزيانه اللي تاهلك لشي حاجه احسن. اي بون كوراج. بالاضافه للكوميرس، تسيير وتدبير المقاولات هي واحده من اكثر الشعب استقطابا في مؤسسات التكوين المهني. غادي نتعرفوا على هذا التخصص هذا من خلال ياسين، وواحد الشاب من مدينه العروي غادي يحكي لنا القصه ديالو مع هاد الشعبه والمؤسسه اللي كيقرا فيها. اسمعوا لي. السلام عليكم، الاسم ياسين حمدوشي، عندي 23 عام، كنقرا في السنه الثانيه بمعهد التكوين المهني بالضبط في شعبة التسيير المقاولاتي، وساكن في العلوي اقليم الناظور، ومهتم بالانتربرونيا. المسار الدراسي ديالي هو انني عندي باك اس في تي، واختاريت معهد التكوين المهني بالضبط شعبة التسيير المقاولاتي لانني مهتم بالدومين لونتربرونيا وباغي ناسس ان لونتربريز ديالي. ومن خلال التجربه ديالي في معهد التكوين المهني هاد السنتين هي واحد التجربه رائعه جدا اللي ما ندمتش ابدا عليها، بالعكس تعلمت منها بزاف، تعلمت الانضباط ومصطلحات جداد، تعلمت كيفاش نفتح مقاولتي الخاصه او كل شيء متعلق بمجال الاقتصاد والمقاولات الصغيره حتى القوانين الخاصه، وهذا الشيء كله في سنتين. وليستيا هي واحد المجال للتلاميذ والطلبه اللي باغيين يلتحقوا بسوق الشغل بسرعه، زائد ستاج اللي كيكون في السنه الثانيه اللي استفدنا منه بزاف، بالخصوص كيفاش كيتم تسيير المقاولات من اتنسيت. كنصح كل واحد خدا الباك وباغي يتوجه للتكوين المهني يختار الشعبه اللي تناسبو واللي كيميل ليه، حيت راه كاين بزاف ديال الاختيارات، وما يتبعش صحابو يدير الشعبه اللي كيميل ليه، حيت غير هز الدبلوم ويتوجه لسوق الشغل غادي يقدر يتوفق فيها اكثر من الشعبه اللي اختارها عشوائيه. وبالتوفيق للجميع وشكرا. وعلاش التلاميذ خاصهم يتجهوا للتكوين المهني؟ لانه المجال الوحيد اللي كيتم التكوين ديالك في الشعبه او المهنه اللي كتحلم تدخل بها لسوق الشغل بسرعه، وهو مناسب ايضا للتلاميذ اللي بغاو ياسسوا مقاولتهم الخاصه عكس الجامعات والمدارس الاخرى اللي كيتطلبوا مده طويله ديال الدراسه. وكاين تخصصات التكوين المهني للشعب العلميه والادبيه، وايضا الناس الغير الحاصلين على شهاده البكالوريا والذين لا يتعدى عمرهم 30 سنه. وشكرا. بالنسبه للنظام اللي كتتبع له في بي بي تي فهو نظام جد صارم، يعني خاصك تحضر لجميع الحصص وتلبس البدله ديالك، وممنوع الغياب، هذا الشيء اللي ما كاينش في لافاك، يعني ما عندهاش الحريه ديال الحضور، بالعكس وكنشوفوا انه من احسن الانظمه بحيث انه كنحضروا كنفهموا في القسم وكيكونوا اساتذه في المستوى. وبالنسبه لمعهد التكوين المهني ديال العلوي كيتم التسجيل على حساب الطاقه الاستيعابيه للمؤسسه والشعب اللي فيها، وهي التسيير المقاولاتي والمحاسبه والميكانيك والالومنيوم والكهرباء. شكرا شيماء وياسين على التجارب المعلومات والنصائح اللي تشاطرتوا معنا. مؤسسات التكوين المهني عندها ايجابيات كثيره، اولا متواجده بجميع ربوع المملكه فيما كنتي تقدر تقرا فيها.
ثانيا كتوفر مئات التخصصات المختلفه جديده واللي كتماشى مع احتياجات سوق الشغل. ثالثا كتوفر لك واحد التكوين اللي نظري وتطبيقي فيه بزاف ديال التطبيق. ورابعا كتوفر لك هذا الشيء كامل في مده ديال التكوين اللي قصيره ما كتعداش سنتين. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم. كنتمنى ان فقرتنا تكون نالت اعجابكم. الحلقه المقبله غادي نتكلموا على الاستعداد لامتحانات البكالوريا في الدوره ديالو الاستثنائيه، وفي الفقره الثانيه غنتكلموا على المدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود. الى عندكم اسئله اقتراحات ولا بغيتوا تكونوا جزء من البرنامج، ما عليكم الا صيفطوا لنا رساله في الصفحه ديال فيسبوك وانستغرام ديال واش فهمتونا وغادي نجاوبكم. تلقوا الحلقه الجايه من هنا لتما. السلام عليكم.